هقول لك ايه بقى ما خلاص. طبعا هارد لك منتخب المصري النهارده، خساره مش متوقعه. في نفس الوقت برضو بحب اقول هارد لك منتخب المغربي، اخواننا المغاربه برضو امبارح كان خروج مؤسف يعني ومفاجئ. ان شاء الله يعني الامل في الجزائر بقى ان شاء الله. يعني والله احنا زعلانين على المغرب، على خروج المغرب اكتر من خروج مصر، وحياه ربنا لان على الاقل رجاله لعبوا حلو، كانوا يستاهلوا يوصلوا لمكان بعيد قوي قوي. لكن احنا بصراحه كان المفروض نخرج من ماتشين فاتوا، بس يعني اهو الحمد لله. يلا جزائر بقى. ويعني حرام الجمهور ده كله كده يروح زعلان، والله حرام. محمد صلاح ما لعبش النهارده، ما حدش في اللعيبه لعب بجنيه يا جدعان، وحياه ربنا وحياه ربنا ما حد في اللعيبه لعب، وما في حد فيهم راجل. لا احنا مش زعلانين عليهم على فكره، احنا مش زعلانين، يستاهلوا، هم يستاهلوا الخروج. لكن اللي ما يستاهلش الشعب ده، شعب مصر ده اللي دافع فلوس ونازل بولاده وباطفاله الصغيرين 6 و7 سنين اللي مقهورين جوه بيعيطوا، والستات والشباب بيعيطوا عشان فرقه ما تستاهلش، واتحاد كره فاشل، ناس فشله عشان اغراضهم الشخصيه للاسف. ووردة ده المفروض ما كانش ينزل تاني الماتش ولا يلبس الفانيلا دي لو رجاله كانوا نفذوا كلمتهم دي. بصراحه عايز اللي يخدم عليه، فاقول له حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل بجد والله العظيم. انا جاي من اسكندريه وحرام والله العظيم، حرام والله. بص انا مش هقول غير حاجه واحده بس، ان هم يعني اول مره احنا نتخذل خذلان زي ده، واول واحد خذلنا محمد صلاح، لان اول مره يبص للجمهور ويسقف لهم ساعه ما الجون دخل فينا. احنا بنشجع صلاح 4 ماتشات، ما بصش ولا مره للجمهور ولا سقف لنا ولا حيانا زي ما احنا بنحييه. فالناس دي ما تستاهلش، وده اخرهم، ما كانوش يستاهلوا مجد اكتر من كده، ما يستاهلوش يخشوا دور الثمانيه ولا دور الاربعه ولا حتى النهائي، عشان دول من روسيا ما يستاهلوش غير خذلان. ودول لو كانوا لقوا جمهور شتمهم من اول ماتش كانوا لعبوا زي الرجاله. المنتخب اللي عمله النهارده ده حاجه سيئه جدا جدا، ونكون في بلدنا ونخسر بالطريقه دي، وحسبي الله ونعم الوكيل. محمد صلاح ملوش لازمه في الملعب، تريزيجيه نمره واحد والشناوي نمره اتنين، وحسبي الله ونعم الوكيل. نمره واحد الشناوي وورده الله يسامحك. اتمنى التوفيق اولا لمنتخب الجزائر البلد الشقيقه ومنتخب تونس، واتمنى الاثنين يصعد نهائي بنهائي عربي خالص. بس حرام ان احنا نروح زعلانين يا جدعان، احنا 70,000 متفرج مروحين كله الدموع نازله من عينين، ناس غضبانه جدا يعني ما يرضيش ربنا خالص حاجه زي دي. حرام عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اللعيبه كلها في النادي ايه هو التشكيل من قبل البطوله منه لله اجيري، وقلنا الكلام ده بس عليه العوض بقى. يلا حرام. اول حاجه اتحاد الكره يتحاسب على الراجل اللي بياخد 108,000 دولار وما عملش اي حاجه، 50% من اختياراته غلط، 50% غلط. لعيبه تستاهل تلعب في المنتخب، واخد لعيبه ما بتلعبش باي جنيه، يعني حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. تشكيل وحش قوي، فريق وحش، حاجه يعني تحزن بصراحه ان احنا لعبنا بالاداء ده. بس اعتقد ان الغلط مش فيهم هم، في المدرب، تشكيل وحش جدا. المنتخب زي الزفت، اللعيبه مش موجوده، في لعيبه ما جاتش النهارده، احمد المحمدي ما يستحقش يلعب المنتخب، عبد الله السعيد ما جاش البطوله كلها، في لعيبه كتير ما يستحقش انها تكون موجوده في المنتخب، لعيبه كسر. المنتخب الفني السنه دي أسوأ منتخب عدى على مصر، مفيش عمرنا خسرنا بطوله على ارضنا، خسرناها وخسرناها غلط كمان. ده انا جاي النهارده وكنت حاسس ان احنا هنخرج. المدير الفني احنا ما نعرفش السي في بتاعه ايه. لعيبه النهارده في لعيبه كتير قوي فعلا عليها علامات استفهام كتير، انني عبد الله السعيد النهارده، محمد صلاح برده كان يعني انا ما كانش بينزل يدافع مع ليه ورا. احنا اول مره نشوف منتخب مصر بالسوء ده، علامه استفهام كبيره جدا برده لازم الناس تشوفها. الجمهور احنا ما كناش بنبطل تشجيع 90 دقيقه، النهارده كانت الناس بتقوم مع كل هجمه وتقعد ونريح وبتاع، مش ده جمهور البطوله. اتحاد الكوره واللعيبه الحكومه وفرت لهم ورئيس السيسي وفر لهم كل حاجه عشان البطوله تنجح، وهم اللي فشلوا البطوله. اتحاد الكوره اتحاد الكوره اتحاد الكوره هم اللي فشلوا البطوله ولبسوا البلد كلها في الحيط. اللعيبه الصراحه كانوا تعبانين جدا النهارده، ولا المدرب عنده اي بديل، وده صراحه دي اخره الدلع واخره ان هم سايبين واحد زي عمرو ورده يلعب.
وكل الجماهير دي عيال صغيره وكبار وناس كبار في السن وصغارين كلهم كانوا نفسهم يفرحوا. حاجه صعبه الصراحه.